مع اقتراب عيد الأضحى بدأت عادة سنوية من ارتفاع أسعار الأضاحي، الأمر الذي برره العديد من بائعي الأغنام بارتفاع أسعار الأعلاف والمواد الغذائية المتعلقة بتربية الحيوانات وإقبال المواطنين على الشراء. وبين أحد المتجولين في الحظائر الواقعة في المسلخ الرئيسي بجنوب جدة استنكاره من هذا الارتفاع بالرغم من عدم خبرته في الأغنام ومتطلباتها، ولكن الأسعار كانت بالنسبة له غير مبررة. والله شوف الأسعار عالية تقريبا، أسعار على 1008 1009 بعضها وصلت إلى 2000، فشوف الأسعار مبالغ فيها عالية. بس يقولوا يبرروا إنه في العلف والأشياء هذه، إيش رأيك؟ والله ما أنا خبير يعني في تربية الأغنام، ولكن سعرها ما هو يعني في الحد الطبيعي، يعني شوف إنه إيه وشوف إنه عالي يعني. وعلى النقيض أبدى أحد مراجعي مسلخ جدة الرئيسي سعادته بالخدمة المقدمة بكل سرعة وحرفية. والله الخدمة ممتازة هنا يعني من السابق مش الآن، من زمان والخدمة في المسرح ممتازة. كيف شايف الأسعار بشكل عام؟ مش هنا برا يعني، الأسعار بشكل عام الحين. والله الأسعار طبعا هي مواسم فالآن غالية، بعد ما ينتهي الموسم ترجع الأسعار طبيعية. وأوضح مدير المسالخ في أمانة محافظة جدة رائد المطيري أن المسلخ يتبع أحدث الأساليب لضمان خدمة المواطنين في عيد الأضحى المبارك بكل سلاسة مع المحافظة على الإجراءات الاحترازية، حيث استحدث مسلخ جدة الرئيسي العديد من الأساليب مثل المسارات الملونة وغيرها لضمان سرعة الإنجاز وخدمة العملاء بأحدث الطرق. طبعا أمانة جدة رفعت وتيرة الاستعدادات في تجهيزات مذبوحات عيد الأضحى المبارك، كذلك رفعت تجهيزات تطبيق الإجراءات الاحترازية بوضع عدة إجراءات في التعامل مع الوضع الآن مع الجائحة. أخوي أيمن ما أخبي عليك، كمان أمانة جدة فيها ثلاث مسالخ في المحافظة، غير مسلخ خاص في ذوي الهمم وكبار السن والنساء. كذلك جهزت أمانة محافظة جدة ما يقارب في كل مسلخ عدة صالات خاصة في الأهالي وصالات خاصة في جمعيات الخيرية تحت رعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لخدمة شريحة كبيرة من أصحاب ذا الدخل المحدود. كيف بتكون التجهيزات مع قرب عيد الأضحى؟ طبعا التجهيزات أخوي أيمن بناء على السلبيات تم رصدها في الأعوام الماضية، فبإذن الله راح نتحاشاها في العام هذا. راح يتم وضع 4 مسارات لاستقبال الأهالي، 4 مسارات كل مسار بلون على حدة، منها الأصفر والأزرق والأخضر كذلك اللون الأحمر. كل مسار مرتبط بصالة خاصة كما تلاحظ الآن، هنا الصالة باللون الأحمر وهنا الصالة باللون الأصفر، بحكم أنه كل مسار نقدر نطبق فيه الإجراءات الاحترازية. كذلك نقدر من خلال المسارات نعرف المذبوحات الخاصة بالشخص أو صاحب الأضحية. يذكر أن أمانة محافظة جدة رفعت الطاقة الاستيعابية في مجموع المسالخ في جدة لتصل إلى 13,000 رأس من الأغنام. لجريدة المدينة أيمن خضر، جدة.